نهار السبت الواقع في 23 من أيار الماضي، أي قبل شهرين، شهد الطريق الساحلي من خلدي إلى بيروت مروراً بنفق المطار زحمة سير خانقة جعلت السائقين سجناء في سياراتهم طوال ساعات. والسبب أن الشركة المتعاهدة قررت تنفيذ أعمال تزفيت نهار السبت وفي وضح النهار على أوتوستراد لا يصل بيروت بالجنوب فحسب، إنما المطار بالعاصمة. المواطنون وإن شكوا كثيراً حين ذاك إلا أنهم قرروا أن يصبروا على هذه الفوضى في التنظيم، لأن شوارعنا أو الأصح بعضها لا يرى الزفت إلا مرة كل 4 سنوات. اليوم وبعد شهرين إذن على تقشير الزفت القديم لوضع آخر جديد، هذه هي حال أوتوستراد المطار وصولاً إلى المدينة الرياضية وبالعكس. سيارات مهتزة تارة إلى اليمين وطورا إلى الشمال بحسب الخط الذي رسمته آلة الحفر في الطريق، ودرجات نارية لا يقوى سائقوها حتى على المحافظة على توازنها. هكذا حال طريق مطارنا. خطرة كتير كتير كتير. شو بتطالب هلأ بهذا؟ طالب الزفت إلى شهرين هيك، بعدنا عم نحكي والله بالطريق. صرنا شهرين حفرين الطريق، إذا ما معهم مصاري يزبطوها لشو يحفروها؟ ما كان ماشي حالها. في مناطق محرومة أكثر منها بدها زفت، بحاجة لزفت. يعني بتحب بتصير تروح شمال يمين. خطرة مثل طبيعي خطرة. أول كان يسوي حوادث كتير، هلا لا. نسبتك أنت يعني. ظبطة معك. ظبطة معي ليش؟ يعني شان الحوادث. أنت وماشي بالطريقة عم تشرد فيها، مش جالسة مزبوط. يعني ممكن تشرد معك أو أي سيارة تانية حسب الدولاب شو هو. هي كتير مأزية. بتأخر وبالنزع فيش أسرع منهم. أنا بالتظبيط عدي ومدي. عم يصير متعذب بطرقات، تروح شوف طريق جنوب كيف، طريق البرغلية بالذات. متعودنا عم نقول لك خلص. اللي بلع البحر يعني ما بغص بالسيف. ما عم تهز سيارتك أنت عم تقطع هون؟ كل شيء. الدولي بيعطيك العافية. والله. تسعوا من هاي الطريقة. والله نيالنا اللي في عالم عم تسألنا شو مالكم يعني. الخطر ليس في الاصطدام بسيارة أخرى وحسب، إنما في الأضرار بالسيارة والإطارات تحديداً. كتير لعب يجي لعنا زباين عم بتشكوا الموضوع هيدا. المكنة يلي هي عم تشيل هيدا الزفت لأنه جاي بقلها تقريباً عم تعطي زياح. وهيدي الزياح منا بارلال مع بعضها، فيها تعرجات، وهي التعرجات عم تسبب عدم اتزان بالسيارة. إذا كان مسرع كتير، إذا دولابه عتيق، يعني شوفير مسرع ممكن يفقد القدرة على السيطرة، أو ممكن يبيج معه الدولاب. يعني الدولاب بده يتأكل لأنه الزفت منه مزبوط، منه أملس. الزفت بقى في نطوقات قوية، وفي محلات بالبحث بيكون مكسرين وشايلينه، بيكون راسه مثل السكين بخزق الدولاب. بالعادة بيمروا بأبعوا القديم دغري وراه بيركب جديد. بيجوانزو الصبح كانوا عبي بعد الظهر صبح بأبعوا زفت، بعد الظهر عم ينزل غيره، ثاني يوم عم بيعملوا خط أبيض. وزير الأشغال غازي زعيتر وفي اتصال به أكد أن أعمال التزفيت ستباشر فورا، وستعلم القوى الأمنية المواطنين بتواريخ مباشرة التزفيت وأوقاتها. وفي هذه الأجواء المتأرجحة على طريق مطار بيروت، هل تعبد الطرقات الداخلية على أبواب الصيف والسياح كما عبدت سياسياً في الفترة الأخيرة خارجياً، أم سيغادر فصل السياحة العاصمة كما دخلها؟